نواب الشعب وصوت الشعب العالي، الجهة التي تراقب الحكومة وتشرع للمواطن المصري، الجهة التي تضع القوانين، تزيل وتعز الرئيس وتبارك حكومة وتساء الرئيس وزراء ورئيس ووزراء، برلمان في كل مكان، ده عين الشعب هو ومعاه الإعلام. بس لأن سلو بلدنا عارفين إنها ماشية بظهرها والدنيا ماشية غلط، مش قالك الدنيا ماشية بظهرها حطت عليا، الدنيا ماشية بظهرها حطت على مصر. ليه؟ عايز أوريك بقى مثال للسادة النواب. احنا شفنا السادة النواب اللي بتيجي نائبة تمسك بعد أبوها ما يموت، شفنا السادة النواب اللي بياخدوا الكراسي بالفلوس، بتدفع فلوس علشان تبقى عضو في البرلمان، ومحدش يقدر ينكر ده عشان ده بيحصل. شوف يا سيدي الخبر ده عشان تشوف معايا عينة من النواب بعد ضبطها متلبسة بالغش، نائبة برلمانية تعتدي بالضرب على أعضاء هيئة التدريس جامعة جنوب الوادي. أحالت البرلمانية اللي قدام حضراتكم في الصورة دي اللي اسمها نشوى رائف، اللي هي طالبة في الجامعة انتساب في سنة تالتة حقوق، لأنهم لقوها بتغش. فلما لقوها بتغش قربوا منها، كانت قاعدة بتتكلم وحاطة سماعات البلوتوث دي في ودنها، قربوا منها كلموها هاتي السماعة، لا مش هجيب السماعة، أنا نائبة في البرلمان، انت ازاي تتكلم معايا كده؟ تتكلم معاها واحدة سيدة فاضلة، يعني مساعد مدرس، مساعد أستاذ أو أستاذ مساعد عفوا، ضربتها. فجت زميلتها تدافع عنها ضربتها، وقامت بقى وشلقت، ودي صعيدية من أسيوط، يعني المفروض يعني لسه في خير. قامت السيدة النائبة اللي قدام حضراتكم دي اللي بتمثل حزب الوفد في البرلمان وشلقت لهم زي ما فيتو كده بتنقل، وأحالت الجامعة جامعة جنوب الوادي الطالبة عضوة مجلس النواب إلى الشؤون القانونية للتحقيق، وحرموها من دخول الامتحان بقية المقررات بعد ما تعدت بالضرب على أحد المراقبين بعد ما ثبت بالفعل إنها غشاشة. النائبة الغشاشة، النائبة الغشاشة نشوى رائف دي بتراقب الحكومة وبتشرع وبتحط قوانين علشان تدور بيها بلد بزيها فيها 100 ولا 110 مليون بني ادم. ادي عينه منهم وعينه من اللي فيهم. مين نشوى رائف؟ اي نشوى رائف دكتوره. دكتوره؟ دكتوره ايه بقى؟ اذا كانت بتغش وهي في انتساب، الدكتوراه دي واخداها ازاي؟ وطبعا هي نايبه في البرلمان عن دايره ابانوب والفتح والبداري وساحل سليم في محافظه اسيوط، وهي وأهلها يعني في العيلة عندهم وراثة أنهم يكون عندهم عضو في مجلس الشعب أو البرلمان زي ما حضراتكم شايفين. هي بتدرس طبعا انتساب في سنة تالتة وطلعت غشاشة، ويعني غشاشة ومجرمة، وتعدد بالضرب على أعضاء الهيئة التدريسية بمنتهى قلة الأدب ومنتهى السفالة. نشوى رائف، تعال نسمع لها بقى تصريحات كده. نشوى رائف هذه الأمورة الوديعة اللي قدام حضراتكم اللي طلعت غشاشة وبلطجية وبتضرب أعضاء هيئة التدريس، كانت بتقول لك إيه؟ لسه من أقل من شهر يا جماعة، أهو من 20 يوم الانتخابات الرئاسية كشفت عن مدى وعي المصريين ووطنيتهم، كشفت عن مدى تطبيل المجرمين الغشاشين وتزييفهم لوعي الناس. دي عينة مهينة ومسيئة لأي برلماني في العالم. دي تتكلم باسم مصر والمصريين وتحط قوانين وتشرع وتراقب حكومة؟ دي عينة من كتير زي كده، منهم اللي عنده مشاكل أخلاقية ومشاكل نفسية ومشاكل وأزمات طبعا مادية، ومنهم حرامية ومنهم حاجات كتير قوي. والله حليم ستار علق السادة الجمهور المصري اللطيف، علقوا على القضية دي وقالوا إيه؟ عطى بيقول عادي جدا وغير مستغرب، ومحمود بدر نائب برلمان وعضو لجنة التعليم عادي جدا، تاجر كلاب وبتاع مخدرات في لجنة التعليم. رمضان سعد بيقول وده يجي ايه جنب الغش اللي في البرلمان اللي ضيعوا بيه مستقبل البلد؟ لا ما يجيش حاجة يا رمضان، عندك حق.
ماليش رئيس بيقول نواب البرلمان ما بيبيعوش سبح، بيبيعوا البلد بس. صدق خالد محمود غش وبانجو وما خفي أعظم. والله ما خفي أعظم. تعليق تاني ليه ده بينه مرار طافح، بيقول لك واحدة داخلة المجلس برشوة عايزها تبقى ايه؟ مصلحة اجتماعية؟ تغربين يا شعب مصر. محمد علي بيقول بكرة الدكتورة تلبس قضية كمتطرفة. قال لك بقى بتدعم دي جماعة الإخوان أكيد. محمد بيقول بسيطة، أعداء البرطمان يطلعوا لها قانون يديها درجة الدكتوراه بالعند في الجامعة. طبعا الدفاتر دفاترنا والحكومة حكومتنا، وده سيد قراره يا ناس، محدش بيتكلم مع النظام ده مع البرلمان في حاجة. محمد بيقول عضو مجلس وغشاشة، كل الأعضاء داخلين بالغش والتزوير. أنا مش هقدر أقول كلهم بس أغلبهم أو كتير منهم يعني والله أعلم. طيب عينة أخرى من النواب، هي دي بس اللي كذابة ولا غشاشة ولا بلطجية ولا قامت ضربت واستخدمت العنف يعني في إساءة وإهانة لأي برلماني في العالم؟ لا، ده أنا عندي واحد تاني هو رئيس إسكان النواب عن قانون تملك الأراضي لا خطر على مصر مع السيسي. يا سلام يا سلام. بمناسبة لا خطر على مصر مع السيسي، فاكر تيران وصنافير اللي باعها سيدك اللي مشغلك للسعودية؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ بيقولك لا خطر على مصر مع السيسي. فاكرين سيدكم وتاج راسكم اللي مشغلكم كلكم مطرزية، كلكم شغالين عنده تملية؟ فاكرين قلتوا ايه؟ هو نفسه محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قال إن قانون الاستثمار يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأجانب للأراضي بهدف تيسير مزاولة النشاطات الاستثمارية. يا بجد بجد. طب ورينا كده كان بيقول إيه على تيران وصنافير. تيران وصنافير يا جماعة، تيران وصنافير الراجل ده واللي زيه فرطوا في تيران وصنافير إرضاء لعبد الفتاح السيسي حتى لو على حساب البلد وحساب أهلها. طبعا راحوا بعدها جابوا القاضي الملاكي اللي حكم لهم في موضوع تيران وصنافير بعد ما حكم الحكم المشهور، لازم يدولوا حاجة، لازم يكافئوه، فأصبح حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب. هي ماشية كده، اللي هي نشوى رائف دي دفعت بقت عضو برلمان. الراجل اللي بيقولك لا خطر على مصر مع السيسي هو نفسه، هو وزمايله اللي ضيعوا تيران وصنافير. والراجل اللي حكم وقال ان تيران وصنافير مش مصرية راحوا جابوه بقى رئيس للبرلمان. عادي جدا يا جماعة، البرلمان المصري يمرر اتفاقية تيران وصنافير على عجل بسرعة. مين اللي عمل ده؟ تيران وصنافير اللي اتفرط فيها البرلمان مع السيسي. عادي عادي. عينة اخرى، تعال نشوف عينة كمان من النواب الأراجوزات اللي جايين يشتغلوا لعبد الفتاح السيسي. سيد حنفي طه، لماذا يتم ترك الأطباء تحدد أسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة على مزاجهم؟ مهنة الطب أصبحت بيزنس لدى عدد من الأطباء. الباشا عايز إيه؟ الباشا عايز هو يحدد للدكتور الفيزيتا بتاعته، الكشف بتاعه هو بقى. طب ما في واحد ب1000 وواحد ب500 وواحد ب15، انت روح على اللي انت عايزه. لا يقول لك لا، لازم كلهم يبقوا موحدين. طب ده استشاري، طب ده واخد زماله، طب ده عنده اجهزه سونار، عنده حاجات. لا لا لا، سياده الباشا، سياده النائب عايز هو اللي يحدد كل حاجه في البلد. طيب هم قايمين اليومين دول على الدكاتره، بدل ما يبحثوا عن حلول المشكله الكبيرة اللي بتقابل مصر وهي هجرة الأطباء، بيقولك إيه برضو كل ده من البرلمانيين. نقابة الأطباء المصريين بتحذر مصر من تعرض البلاد لتصحر طبي، وقالت النقابة معدل الأطباء في مصر 86 دكتور لكل 10,000 مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10,000 مواطن. تمام؟ سنة 2016 استقال 1044 طبيب، 2017 استقال 2549 طبيب، 2018 استقال 2612 طبيب، 2019 استقال 3507 طبيب، 2020 استقال 2968 طبيب،
عام 21 استقال 4127 طبيب. يعني احنا رايحين لفين؟ رايحين لتصحر طبي في مصر، لان اولادنا اطبائنا دكاترتنا بيسيبوا البلد ويمشوا. انا عايز بس افكركم ان كان معانا هنا دكتور اتصل بينا من بريطانيا وقال ان اللي خدوا في نبطشية واحدة في بريطانيا في احد المستشفيات بيعادل المرتب اللي بياخده في سنة في مصر، وقال ان هو جه من مصر ومعاه 8 من زمايله كانوا شغالين في مستشفى واحدة، يعني مستشفى واحدة طلع منها 9، عليه العوض ومنه العوض. لا مش بس كده، ده خرج كمان أراجوز تاني في البرلمان، والبرلمان ده اصلا نقدر نقول عليه برلمان الأراجوزات. أراجوز اسمه عاطف مغاوري بيجود في التعريض، قال لك احنا لازم نلزم الاطباء. نلزم الاطباء بايه؟ شوف معايا الخبر كده عشان تعرف. بيقول لك لازم نلزم خريج الطب بالاستثمار 10 سنين عقب التخرج دون استقالة، اشتغلوا غصبا عنكم في الفاعل 10 سنين. طب يا باشا هو جاله عقد عايز يمشي، طب عايز يعمل دراسات بره لا لا لا، احنا صرفنا عليه وهو لازم يقعد هنا غصبا عنه مش بمزاجه. تعال نشوف عينة تانية من تفكير السادة النواب زملاء السيدة النائبة الغشاشة نشوى رائف. ده من الأرشيف اهو، مقترح برلماني باقتطاع نسبة من رواتب المصريين في الخارج. فاكرين ده المحامي الكبير أبو شقة؟ قال لك ده مش إجباري ولكن ده يا جماعة من باب رد الجميل. فاكرين ولا مش فاكرين؟ كل دي اقتراحات البرلمان، كل دي اقتراحات البرلمانيين. أراجوزات جايبهم السيسي علشان موافقون؟ موافقون. نزل ايدك يا ابني، ده نزل ايدك بلا رأي. عشان كده الفضايح كترت. اللي بيتاجر في الاثار فاكرين؟ قبضوا على واحد وعنده يعني عصابة من وراء السنة اللي فاتت. اللي بيتاجر في المخدرات واللي شغالة بلطجية وبتستغل اسمها او المكانة بتاعتها عشان تاخد شهادة ملهاش علاقة بيها وبتغش وبلطجية وبتضرب الناس، واللي بيقول لك خدوا من الناس برا جزء من رواتبها، وحاجة مسخرة ما بعدها مسخرة.